وللمزيد ينضم إلينا من كييف عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، ومن لاهاي دكتور باسل الحاج قاسم باحث بالعلاقات الروسية الأوروبية. أهلا بكما معي في منتصف النهار، وأبدأ مع دكتور باسل الحاج. أهلا من جديد. لو تحدثنا عن دوافع روسيا الخفية لشن هذه الهجمات على ميناء أوديسا، أم فقط يمكن اعتبارها ردة فعل على ما حدث في يعني منطقة الجسر أو الجسر في جسر القرب تحديدا؟ مساء الخير للجميع. أهلا. في الواقع يمكن النظر لهذه الهجمات من زاويتين، الأولى وهي الموضوع الساخن المتعلق بالهجمات التي تعرض لها جسر القرم، وكان هناك تصريحات رسمية من أعلى المستويات في روسيا بأنه سيكون هناك رد، وبالفعل لم تمضي ساعات قليلة إلا وشهدنا هذه الهجمات التي لاحقا أيضا صدرت تصريحات بأنها هجمات انتقامية على الهجوم على جسر القرم. من زاوية ثانية، هناك ما تسميها روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا مضى عليها أكثر من عام ونصف، وهي ليست المرة الأولى التي تشن فيها هجمات سواء على أوديسا أو تحديدا ميناء أوديسا، يعني بعد تنفيذ اتفاقية صفقة الحبوب العام الماضي تعرض أيضا هذا الميناء لعدة هجمات ولأسباب مختلفة. بالتالي هناك منظورين لهذه الهجمات في إطار الرد الانتقامي على الهجمات التي تعرض لها جسر القرم، و كان هناك تصريحات رسمية روسية بهذا الخصوص، وشق ثاني متعلق في إطار هذه العملية العسكرية الروسية التي هي مستمرة منذ أكثر وعام ونصف. دكتور عماد، التأثيرات المحتملة لهجوم كهذا على ما تقوم به أوكرانيا من هجوم مضاد ضد روسيا واستهداف الأراضي تسيطر عليها موسكو، ما هي هذه التأثيرات برأيك؟ تحياتي لكم ولضيفكم الكريم وللسادة المشاهدين. باعتقاد التأثيرات من السابق لأوان الإشارة إليها، حيث أن أوكرانيا رصدت اليوم جاهزية 16 سفينة حربية لروسيا في البحر الأسود لمهاجمة يعني أهداف داخل أوكرانيا، وربما تكون هذه الأهداف مكررة أيضا إلى ميناء أوديسا وربما إلى العاصمة كييف ومدن أخرى. في كل الأحوال أوكرانيا تعتقد أن هذه الأراضي هي أوكرانية وأن المشروع أو بناء الجسر عليها غير شرعي، وبالتالي هو مستهدف وحق لها أن تستهدفه، كونه أيضا ناهيكم على أنه غير شرعي من حيث الوجود، كذلك أنه يغذي الجبهة العسكرية من خلال عبور الجنود والعتاد العسكري الروسي من خلال هذا الجسر من الأراضي الروسية إلى شبه جزيرة القرم. لذلك سيبقى هذا الجسر ما لم يكن هناك توقيع اتفاقية توافق دائم وسلم كامل، سيبقى محور من محاور الخلاف والمواجهة خاصة في هذه الشهور الحالية. ولكن ما ذكرت من معطيات، هل نتوقع بناء عليه أن يكون هناك تصعيد من الجانب الآخر؟ التصعيد موجود أصلا، ولكن أوكرانيا يعني دائما تعودت عندما تقصف القوات الروسية في مناطق حساسة وموجعة للأسف تكون الغارات عادة على المدن وعلى المناطق المدنية، مثال ما حدث هذه الليلة في ميناء أوديسا. ميناء أوديسا ليس ميناء عسكري وميناء مغلق أصلا، بحر الأسود محاصر من البوارج وال يعني السفن الحربية الروسية، وبالتالي هو فقط ينقل الحبوب والمواد الغذائية، فلماذا يكون القصف للميناء؟ هذه النقطة. لذلك حقيقة من الصعب التكهن إلى أي درجة سيكون الفعل ورد الفعل في هذا الأمر، لكن الواضح أن المشهد مشهد تصعيدي بين الجانبين. سيد أو دكتور باسل، يعني ذكر أستاذ عماد أن هذا الميناء هو مغلق في الأساس، ما الهدف من هذه الهجمات على هذا الميناء في أوديسا؟ إذا ما ربطنا التصريحات الروسية السابقة، وقد يكون من بينها فيما يخص اتفاق الحبوب والشروط التي وضعتها روسيا
ولم يجري تنفيذها. هناك أيضا كان حديث من بين كل ما ذكر روسيا بأن أوكرانيا كانت تستغل هذا الاتفاق لاستخدام الممرات الآمنة أو الموانئ التي سمح لها بموجب الاتفاق مع روسيا وتركيا والأمم المتحدة فيما يخص تصدير الحبوب الأوكرانية. كانت تستغل هذه الموانئ والتي من بينها ميناء أوديسا والممرات الآمنة لتنفيذ هجمات عسكرية. قد يكون هذا له صلة بما حدث، لكن بدون طبعا تصريحات رسمية من الصعب تحديد على وجه الدقة ما هو الغرض تحديدا من هذه النقاط التي استهدفت، خصوصا أنه في ظل طبعا غياب مصادر محايدة يمكن الاعتماد عليها. لذلك قد يكون هذا في شق متعلق بهذا الجانب، وفي شق آخر قد يكون في إطار ضرب البنية التحتية أو ما تبقى من بنية تحتية في أوكرانيا. فهناك يعني حرب دائرة، الكثير من الأهداف أهداف تكون أخرى. مشروع بالضبط. نعم. طيب أنتقل لسيد عماد، يعني كيف تفسر، ذكرنا قبل قليل أن هذا الهجوم الروسي جاء بعد ساعات من انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب، ما تأثير ذلك على سوق الحبوب العالمية؟ للأسف يعني واضح أن التأثير موجود ومستمر، ولذلك كل دول الشرق الأوسط وإفريقيا والدول التي تعتمد على استيراد الحبوب والمواد الغذائية عليها أن تعد خطط طوارئ وخطط استراتيجية مستقبلاً لإيجاد أسواق بديلة أو استثمارات يعني فيها تكامل اقتصادي بينها وبين دول الجوار أو الدول الشقيقة أو الصديقة. لكن على الواقع واضح أن المسألة أصبحت مسألة يعني مستمرة، ليست مرة واحدة، تكرر مسألة عدم توقيع الاتفاقية من روسيا عدة مرات، وربما هذه المرة يعني إن لم يستمر لكنه بالتأكيد سيربك السوق الدولي وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقد بدأت يعني هناك ارتفاع طفيف لأسعار الحبوب في بعض الدول، وبالتالي الإشكالية ليس باعتقادي انقطاع الكامل للحبوب، لكن إذا استمر تأخير سلاسة مرور هذه البواخر بالتأكيد سترتفع كلف تصديره إلى الخارج، لأن أوكرانيا لديها خطط بديلة وهي بدأت الآن تدرس هذه الخطط، ومن ضمن ذلك التصدير عبر أوروبا عبر القطار والحاويات أو عبر الشاحنات. ولكن هذا ولكن هذه المشكلة سيد عماد قد تدخلنا في مشكلة، أو يمكن أن نقول أنها أزمة للأمن الغذائي فيما بعد. صحيح، بالتأكيد سيكون هناك للأسف أزمة واضحة، وسيكون هذا له انعكاس سلبي على الوضع الاقتصادي والوضع الأمن الغذائي والأمن القومي لكل دولة، وبالتالي لابد للعالم أن يكون شريك في صناعة السلام وصناعة تسوية عادلة والخروج من الشكل النمطي لطرح مبادرات للتسوية. لابد أن يكون هناك بداية نوايا جادة حيادية فاعلة ومستمرة. يعني المبادرة الإفريقية كان ولا زال رأيي فيها أنها هي الأقرب إلى النجاح، لأنها راعت أن تكون على مسافة متساوية بين الجانبين. نعم. ورغم أن الجانب الروسي هو الذي اعتدى وشن هذه الحرب، ولكن مع ذلك ينظر إلى تخوفات روسيا كأمن قومي، إضافة إلى أنه ينظر إلى تخوفات أوكرانيا من بقاء أراضيها تحت الاحتلال أو اتساع سيطرة روسيا على أراضي جديدة، خاصة أنها تهدد بعزل أوكرانيا عن البحر الأسود وتهدد أوكرانيا بضم مدن وأقاليم جديدة كمدينة أوديسا مثلا ومدينة خاركوف. فبالتالي لابد أن يكون هناك دور حقيقي فاعل أكثر حراك وأكثر إنتاج مما شهدناه في الأيام الماضية. لو تحدثنا دكتور باسا عن الخطوات التي قد يتخذها الغرب كرد على هذه الهجمات، هجمات روسيا، بما أنه دائما يدعم وبقوة أوكرانيا في هذه الحرب. الغرب مستمر بدعمه العسكري السياسي الإعلامي لأوكرانيا، ونعلم أن كان هناك تدرج في نوعية السلاح الذي يزود به الغرب أوكرانيا. اليوم الحديث عن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية
لا نعلم إذا ما وصلت وبدأ استخدامها. أيضا حديث عن تدريب الطيارين الأوكران، وأعتقد بدأت هذه العملية من أجل تزويد قوات الأوكرانية لاحقا بطائرات F-16، بالإضافة طبعا للتقدم الذي حصل مؤخرا خلال قمة الناتو في ليتوانيا. صحيح أنه لا يرتقي بمستوى طموحات كييف بالعضوية الكاملة ضمن حلف شمال الأطلسي، إلا أن تشكيل مجلس أوكرانيا الناتو يعتبر أيضا خطوة متقدمة لكييف، باعتبار أن هذا المجلس يعطيها الحق وبمستوى أي دولة من حلف الناتو للدعوة لاجتماع للحلف في حال أمور طارئة. كل هذا يعتبر في إطار الدعم الغربي المستمر لأوكرانيا في مواجهة روسيا. نعم، أذهب إلى يعني أستاذ عماد سريعا، يعني ذكرت قبل قليل أنه يجب أن يكون هناك سيناريوهات أو حلول لما يحدث في هذه الحرب مع التطورات المتلاحقة لحرب روسيا وأوكرانيا. هل من سيناريوهات تلوح في الأفق لنهاية هذه الحرب برأيك؟ هل يمكن عفوا، هل هناك سيناريوهات تلوح في الأفق لنهاية هذه الحرب بعد هذه التطورات المتلاحقة لحرب روسيا وأوكرانيا برأيك؟ يمكن أن يكون هناك عدة سيناريوهات. ما هي هذه السيناريوهات؟ يعني إذا كان المسألة متعلقة في الجانب الروسي والأوكراني، يعني السيناريو الأول أن يكون هناك نوع من التوافق على استجابة لبعض مطالب روسيا التي تعتبر أنها أساسية لاستعادة تسيير اتفاقية الحبوب، فهذه نقطة. النقطة الثانية، في حالة يعني استمرار روسيا في المنع الكامل لتمديد الاتفاقية، ربما تكون هناك حزم جديدة من العقوبات تكون أشد يعني تأثير على الاقتصاد الروسي، مما سيجبرها بشكل أو آخر أو يضطرها أو يجعل يعني أولويتها عدم فرض عقوبات جديدة، وبالتالي توافق على توقيع اتفاقية جديدة. والمسألة الأخيرة أن يكون هناك التوقيف كامل، فبالتالي سيكون الخيار الأبرز هو كيفية تسريع إيصال الحبوب عبر أوروبا وبأقل التكاليف، ولن تكون التكاليف الأقل إلا عبر السكك الحديدية، وهذا يستلزم يعني سرعة مد خطوط أو تعديل الخطوط الأوكرانية لتتوافق مع المقاييس الموجودة لسكك الحديد أو خط سكك الحديد الأوروبي. فهذه الخيارات المتاحة باعتقادي والموجودة، لا نريد أن نقول أن هناك ما هو أسوأ، وهو انعدام إمكانية تصدير الحبوب لوجود تفجيرات في الصوامع والأماكن تخزين الحبوب، سواء كان ذلك في روسيا أو أوكرانيا، مما سيقلل المنتج العالمي ويؤدي إلى مجاعات حقيقية لا قدر الله. دكتور باسل، إلى أي مدى تتفق مع سيد عماد في هذه أو في هذا الطرح بشأن السيناريوهات المتوقعة للتخلص من هذه الحرب ونهاية هذه الحرب؟ من الصعب الحديث عن أي أفق واضحة لنهاية هذه الأزمة. اليوم هناك هجوم أوكراني مضاد طال الحديث عنه، إلا أنه يبدو لا يسير بحسب ما كان يعول عليه لا أوكرانيا ولا غربيا. وأيضا الواضح أنه منذ أيام قليلة جرى حديث روسي عن حشد أو عملية تعبئة انتهت، أكثر من 100,000 عسكري جاهزون للانضمام للجبهات، بالإضافة طبعا أننا قريبا سنكون على أبواب بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الأمريكية. ومنذ فترة هناك قلق في أوروبا وفي كييف بأن أمريكا ستكون منشغلة خلال تلك الفترة، بالتالي قد تكون هذه الهجمات من الطرفين كبداية لاستعداد لطاولة مفاوضات، كل طرف يحاول تعزيز أوراقه على الأرض من أجل ربما تجميد النزاع ولا أقول إنهائه، لأننا في مراحل معقدة جدا. بالتالي الحل الأمثل اليوم للجميع
ما عدا كييف قد يكون هو تجميد هذا النزاع. ممتاز. ريثما تتغير معادلات أو تظهر معادلات جديدة. شكرا جزيلا. شكرا لي دكتور باسل الحاج جاسم اللهاي، باحث بالعلاقات الروسية الأوروبية، وأيضا شكرا جزيلا لضيفي العزيز عماد أبو الرب من كييف، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار.